إحنا كل ما نبدأ كل حاجة لما بنبدأ الحياة بنبقى صغيرين، بيبقى حد صغير خالص ما عندوش ولا سنة أصلا، بيكبر واحدة 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 سنة سنة، بيطلع للسنة الأولى، بيطلع كل سنة بيتطور عن حاجة ويعرف يعرف يعمل الحاجة لوحده. مش لازم انت وانت صغير تعمل كل حاجة، لكن عادي لو عملت حاجة واحدة انت كده عملت إنجاز، حتى لو صغير حتى لو كبير. مش لازم كل حاجة تتعمل، لازم هي على الأقل حاجة واحدة. ومش لازم عادي يعني لو عملت حاجات كتيرة، لكن اللي هو المفروض ان انت مش كل حاجة في يوم واحد هتقدر تعملها. انت ممكن لو جربت حاجة مرة واحدة تلاقيها نجحت، لكن المرة التانية تلاقيها ما نجحتش، عشان هي مش كل حاجة بتظبط. لازم كل واحد لازم يبقى عارف الحاجة، ولازم واحدة واحدة عشان ما يغلطش. لو ورا بعض هيقعد يعمل حاجات كتيرة ورا بعض، مش هيفهم حاجة، هينسى كل اللي عمله. وأي حد هيقوله يعمل الحاجة تاني مش هيقوله ماشي، وهيروح يجربها ومش هيقدر، لأنه هو إيه، هو بيعمل كل حاجة ورا بعض وبينساها مرة واحدة. وانت لما حد هيسألك وهتعمل حاجات وتكون نسيتها، يجي يسألك هتقعد تفكر وتقول ان انا مش عارف ازاي. في الاخر هتروح تعمل، هتقول له انا مش عارف. فانت لازم واحدة واحدة وهتعرف. انت كل سنة ممكن تعمل انجاز، مش لازم حاجات كتيرة. يعني مش ممكن اللي هو لما يكون عندك سنتين تعمل حاجتين او اي حاجة من دول. يعني مش بالسنة انت بتنجز الحاجات، لازم انك تكون عامل الحاجة واحدة واحدة، مش ما ينفعش كله ورا بعض. انت لازم كل سنة تعمل انجاز. انت هتعرف تعمل كل حاجة بس مش على طول، واحدة واحدة، وهتتعلم الحاجة. مش لازم اي حاجة انا مش عارف اعمل الحاجة دي. لا، انت بتقول كده مش هتعرف فعلا. لازم تحاول كتير، حتى لو انت مش فاهمها حاول تذاكرها وحاول تعملها كتير. ومثلا لو انت مش فاهمها اسأل اي حد وهو مثلا يجاوب، وانت حاول مثلا بطريقته تحاول تشوف كتير عنها وتقدر تعملها. مش لازم كل حاجة وكل حاجة وكل حاجة تعملها في ثواني. انت ممكن تذاكر بسرعة وكده، وفي الاخر وتطلع الحاجة مش ناسيها، وتروح اي الامتحان تلاقي نفسك ناسي كل حاجة بسبب ان انت بتذاكر ورا بعض. وهو ده ما ينفعش، هي حاجة واحدة واحدة مش كل حاجة ورا بعضيها. لازم انت حياتك ترتبها، ولازم كل حاجة واحدة واحدة. انا جيت اقول لك النصيحة دي، فلو عجبك الاغنية سلام. معكم عامل ايه؟ معكم قناتي نوت جيمنج اكس، وانا رجع شباب نلعب لعبة. طبعا شباب حد برضو كتبها لي تحت في التعليقات، فانا قلت انزل عنها الشباب النهاردة. وطبعا الشباب يعني دي لعبة موبايل، معرفش تشتغل على الكمبيوتر ولا لا، بس هي لعبة موبايل. يعني الشباب تقدر تلعب العاب موبايل. شباب هقلكم لا يا ترى يا ترى اللي هو هلعب ألعاب الكمبيوتر، حاول أنزل ألعاب الكمبيوتر ولعب ألعاب. خلينا الشباب نبدأ اللعبة، اسمها إيدل واي دي ال اي ستريمر، مش عارف صراحة إن هي اللعبة عبارة عن واحد بيصور فيديوهات وكده. إذا ده لغاية دلوقتي حتى تاني واحد بيتفرج عليا أنا في اللعبة، مش عارف أتفرج على فيديو أنا. أنا المفروض إيه؟ المفروض أعمل إيه أنا؟ مش عارف إيه، أقدر أغير الشخصية؟ يعني إيه؟
حلو الصراحة. كده من ايه؟ ايه ده ماما؟ ماشي، الحاجات دي اللي هنطورها في المستقبل. شباب نرجع لكم، نرجع لكم يا شباب. مش عارفة نعمل ايه بصراحة، نقعد نعمل كده. كم واحد ليه؟ معنا فلوس صح؟ ايه ده؟ ايه الحاجة اللي عملتها؟ موبا جيمز. نطور دي برضو ليفل 4 زيه. بقى الفلوس تيجي معنا احسن من الاول. شاهد نرجع لكم نتفرج على اعلان نطور ما سمعت ونرجع لكم. رجعت لكم يا شباب. ما اتفرجتش على الفيديو بس مش عارفه هو بيعمل ايه. خلاص كده خلصنا. الفلوس بقت تجينا احسن من الاول يا شباب. يعني نوب احنا لسه فلوس. كل طبعا ليفل يا شباب ندخل اسمه ايه ده عشان نجيب الفلوس من ليفل. دلوقتي احنا فين؟ اوف خلاص قربنا. ليتس بلاي شات. مين ده؟ وصلنا ليفل 5. بيجينر يعني حاجة حلوة. بيجينر دي بيجينا فلوس اكتر. والله اللعبة يعني اللي هو انا شايفها جميلة صراحة. ماشي حلو. بنطور من العاب كتير شباب. فبيجينا ايه ده؟ اول في لايك كان 700 وشوية بيشوفنا. واو اللعبة والله جميلة. و رجعناكم يا شباب. مش عارف ايه الحاجات اللي بتظهر لي دي، يعني ايه معنى؟ بس ماشي. فلو احنا دلوقتي انا عايز اجمع فلوس عشان ايه اتطور من الفلوس ويجيلي فلوس ونعمل حركات شباب. بس انا عايز اعرف تكتبوا لي تعليقات عن الألعاب اللي انتم محتاجينها وانا هنقولكم عنها على طول. اي ألعاب بس مهم يا شباب قبل ما تقولوا لي اللعبة او اي حاجة عن اللعبة، قولوا لي ان اللعبة دي على الموبايل وعلى الكمبيوتر عشان اعرف انزلها على حاجة من دول. قولي يعني لعبة
كتبها على الجوال ولا على اللوك الجوال ولا على البسيلة وكمبيوتر خليني اكمل اللي احنا بنعملها. انا مش عارفه الناس يعني ايه كلمة ستريم تقريبا يعني بس او يعني حد بيعمل بس او يوتيوبر يعني ممكن شو يعني نوصل ليفل 10 خلاص يعني اكتفي بهذا القدر. اقدر اعمل سبيكر بس مش عارف يعني اوف انا رقم من الله مش عارف شوف ولا حاجة عشان انا عايز اعمل اللي اشغل السبيكر. شباب في سبيكر هخمط عينيا بقى لما يجمع 20,000 بقولين قولولي شباب 3,000 عليكم يا شباب شباب لما ايه يجمع شباب ده 200,000 200,000 مين 20,000 ما نايم دلوقتي 3,000 ايه بس تجمع شباب مش عامل اللي جمع بيجيلي فلوس اكتر كل ما بطور حاجة شباب بيجيلي كات اكتر خلينا بس نكمل شباب ورجعنا لكم. خلينا نعمل حاجة واو والله العظيم حاجة جميلة مش عارف السبيكر بكام تاني خلاص يعني ايه ده عرض. احنا كل ما نبدأ كل حاجة لما بنبدأ الحياة بنبقى صغيرين بيبقى حد صغير خالص ما عندوش ولا سنة اصلا بيكبر واحدة 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 سنة بيطلع للسنة الاولى بيطلع كل سنة بيتطور عن حاجة يعرف يعمل الحاجة لوحده مش لازم انت وانت صغير تعمل كل حاجة لكن عادي عملت حاجة واحدة انت كده عملت انجاز حتى لو صغير حتى لو كبير مش لازم كل حاجة تتعمل لازم هي على اقل حاجة واحدة
ومش لازم عادي يعني لو عملت حاجات كتيرة، لكن اللي هو المفروض ان انت مش كل حاجة في يوم واحد هتقدر تعملها. انت ممكن لو جربت حاجة مرة واحدة تلاقيها نجحت، لكن المرة التانية تلاقيها ما نجحتش، عشان هي مش كل حاجة بتظبط. لازم كل واحد لازم يبقى عارف الحاجة، ولازم واحدة واحدة عشان ما يغلطش. لو ورا بعض هيقعد يعمل حاجات كتيرة ورا بعض، مش هيفهم حاجة، هينسى كل اللي عمله، وأي حد هيقوله يعمل الحاجة تاني مش هيقوله ماشي، وهيروح يجربها ومش هيقدر، لأنه هو هو بيعمل كل حاجة ورا بعض وبينساها مرة واحدة. وانت لما حد هيسألك وهتعمل حاجات وتكون نسيتها، يجي يسألك هتقعد تفكر وتقول ان انا مش عارف ازاي، في الاخر هتروح تعمل هتقول ان انا مش عارف. فانت لازم واحدة واحدة وهتعرف. انت كل سنة ممكن تعمل انجاز، مش لازم حاجات كتيرة، يعني مش ممكن اللي هو لما يكون عندك سنتين تعمل حاجتين او اي حاجة من دول، يعني مش بالسنة انت بتنجز الحاجات. لازم انك تكون عامل الحاجة واحدة واحدة، مش ما ينفعش كله ورا بعض. انت لازم كل سنة تعمل انجاز. انت هتعرف تعمل كل حاجة بس مش على طول، واحدة واحدة، وهتتعلم الحاجة. مش لازم اي حاجة انا مش عارف اعمل الحاجة دي، لا، انت بتقول كده مش هتعرف فعلا. لازم تحاول كتير، حتى لو انت مش فاهمها حاول تذاكرها وحاول تعملها كتير. ومثلا لو انت مش فاهمها اسأل اي حد وهو مثلا يجاوب، وانت حاول مثلا بطريقته تحاول تشوف كتير عنها وتقدر تعملها. مش لازم كل حاجة تعملها في ثواني. انت ممكن تذاكر بسرعة وكده، وفي الاخر هوب وتطلع الحاجة مش ناسيها، وتروح اي الامتحان تلاقي نفسك ناسي كل حاجة بسبب ان انت بتذاكر ورا بعض، وهو ده ما ينفعش. هي حاجة واحدة واحدة، مش كل حاجة ورا بعضيها. لازم انت حياتك ترتبها، ولازم كل حاجة واحدة واحدة. انا جيت اقول لك النصيحة دي، فلو عجبك الاغنية سلام.